في حاجة يا سويش؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المسألة مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا يا فندم، من اول يوم ليا على المركب. ما خدمتش معايا في الجيش؟ لا يا فندم، ده اخويا. لازم خدمت معايا في البوليس. لا ده اخويا التاني حاكم، احنا اربع توائم. لسه فيه رابع؟ في الطيران يا فندم. الله يخرب بيتي يا فندم، بيتي. خطوة الخلف مرش. مستجدين صفا. مستجدين انت. الطابور الاولاني بعد 5 دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول. ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. مستجدين صفا. مستجدين انبا. مخالي شل. انت مش سامع يا عسكري؟ مخاليش يا عسكري. هو بعينه بغباوته وشكله العكر يا عسكري. مخاليش يا جماعة، اللي اسمه مخالي يرد احسن، ده راجل شراني وانا عارفه. يا عسكري غبي وما بتفهمش وسكتنا كمان اطرش ما بتسمعش. مخاليش يا فندم، حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطته بغلبته يا عسكري. مخالي يعني جمع مخلة. شيل المخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور انصراف. مش ممكن يكون في 4 منه. انا ما اديش عقلي لغيري ابدا ابدا. طعم انبا على اليمين حتى كما كنت. على اليمين حتى كما كنت. على اليمين حتى كما كنت. كما كنت يا عسكري. بص قدامك يا عسكري رجب. اقعد رقبتك يا عسكري. اصلها ترجنت يا فندم. متشكر قوي يا شويش عطيه، ربنا ما يحرمك مني. اخلص. حتي كما كنت. ما بتهدكش يا عسكري، لسانك مزنجر زبابتك. غلطان يا فندم. اخلص. كما كنت. استنى نمرتك يا عسكري. يا عسكري عد في ظهورك. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمرة لها عمل على المدفع. اول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اخلص. طقم المدفع عد. ما بتعدش ليه يا عسكري؟ هو انا لحقت يا فندم؟ هنا كل شيء بسرعه، الحركه بسرعه والعمل بسرعه والندى بسرعه. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كمان مره. اخلص. طقم مدفع عد. بررم. شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شويش عطية اصلي للحكاية. اخلص. انت نمرتك كام يا عسكري؟ 4.
واربعة دي شغلتها ايه على المكتب؟ فلايس انو بوسا هاي الهولفات بلاست انو بدك هاي هبنا هوبلا هاس الفا دي شغلتك على المدفع؟ لا يا فندم لسه هاي فو هاي همبو هاي سابو كراكة بسو سلطة هاي يا راجل عسكري راجل مرة تانية هتعمل الحركات دي هدخلك المكتب محبوس سامع سامع عفوا انما المرة دي هكتفي انك انت تدهن المدخنة ابويا الغي غير هدومك يلا حاضر حاضر طعم مدفعي احسن مدفعي فين هم ندرس انا ما انا ما حصل انت مسيها مع الطب فين هم ندرس فين هم ندرس فين هم ندرس دفع اشتغل وانت سارح يا عسكري الله يقرفك شوف عملك توديك في ده يا يلا حاضر يا فندم اركب انا هفرقك يا طور سامحوا النبي يا شويش عطية لم ممكن أسامحه أبدا أبدا يا شويش أنت تعرف أنني لا أحب إلا الحق ولا أقول غير الحق رجب لم يتخلص نهائيا من ركوب الهواء وعندما سمع الصفارة نط وفط وقفز وحدثت الفاجعة التي لطخت وجهكم الكريم يا جدع انا ما بفهمش كلامك اسكت انت يا لك من شنقيط شنقيط يعني يا منير ايوه شنقيط قصده يقول لك يعني ان الجردل وقع منه غصب عنه غصب عنه بكيف واسمه اهمال والاهمال في العسكريه يضيع ارواح ولا بد من جزاته اغفر له يا شويش لقد حصل اليوم على تصريح كي يتأهل 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 يعني خد اجازه عشان يتجوز يتجوز طب مدام هيتجوز مفيش داعي للجزاء تعجبك؟ كل من ناحيتك يعجبني الحلم عمره ما يجيب حاجة وحشة أنا اديت الرسم لسايب أرملي في شارع شريف خدت صورة من مجلة فرنجي رخرة ضيها يرد الروم قوله عشان خاطر نادية يا فين عشان نقدمولها الشبكة؟ روح عنده نادية يا معلم همة يا معلم أنا جاهزة وجاية معك الأمر صاحب الأمر يا بنتي أيوه نورت يا عروسة مبروك يا عروستنا من شان مشتريات حاجات محتاجة قولي لهم انا تحت امرهم ومستعد لكل طلباتك بس زي النهاردة كاتب الكتاب الله ايه الهيصة دي انت عندكم انتخابات النهاردة انت مخك راح لفين دي خطوبة عقبال عندك طب ما هو عندي عقبال عباس الزفر ما خطوبة المعلم عباس الزفر عباس الزفر ايوه لازم كمان كمان شيشات مكسام كهرباء اما
أمان 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 مساء الخير يا رجب. مساء الخير يا عم. انت جيت امتى؟ من ساعة ما لبستوها الشبكة. انا مش عاوز اكون صغير في عينك يا رجب، ومش عاوزك تظلمها هي واخرى. على العموم مبروك يا عم. نادي ضحت بنفسها عشاني، عشان ما ننزلش لعباس اللي حجز على عفشي وكان عاوز يعمل لنا فضيحة في وسط الخلق. مصدقك يا عم، انا اتمنى لها السعادة من كل قلبي، وربنا يجعلها في كل خطوة فرحة. وانت يا ابني؟ انا ليه ربنا هو والبحر يعني. لا سرتها ما تلزمنيش. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، فاذا لم يكن ما تريد فارض بما هو كائن، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والدنيا مليانه حاجات حلوه، الطويله والقصيره، السمره والشقره، الرفيعه والتخينه، ده انا بكره هيصك. انا مش عاوز تهيصني ولا حاجه، انا عاوز ناديه. وما السبب في فشل هذه الزيجه المباركه؟ الدين عم 350 جنيه من عريس الغبر الله يخرب بيته. قبح الدين، انه هم بالليل ومذله بالنهار. يا شيخ دي بسيطه خالص، 150 جنيه وما دام الحكايه لسه خطبه ولا تحمل هم. ما حملته يا منير واللي كان من هنا لغايه ما نرجع من ضرب النار هكون شفت لك حل. ومتى نرحل لضرب النار؟ بكره الصبح. يلا بينا. مولى المقدم. بطيئا للامام مكنه يسار. بطيئا للامام مكنه يسار.